لا يا ملك، ما توقعت انك انت تخطفي هالبنت الصغيره. في معلمه بتعمل عملتك، بس الله رحمكم لاني لحقتكم مشان رجع هالبنت الصغيره لابوها، وهلا هن رجعوا على بيتهم وكل شي عال. عدنان، عزت، شو كمان انت هون؟ منور والله، اهلين. ولك انتو شو بدكم من هالبنت؟ شو بدكم؟ صدقوني رح تدفعوا ثمن يلي عم تعملوه. اسمعيني منيح يا انسة ملك، سليمان واخته الصغيرة رح يدفعوا ثمن الفضايح اللي عملوها، وانتو رح تبوهن. عدنان، لا تعملوا هالشي، لا تتعامل معي كأنه أنا عدوك. أنت شو؟ أنت عدوي عم تقول؟ مو أنت اللي زتيت عاداتنا تحت رجليك ومشيت وما احترمت كبيرتنا؟ أه؟ لعلمك أنت صرت أكثر من عدوي يا عزت. أه؟ وعلى فكرة رشيد كمان ما رح يسحب الشكوى ضدك مشان تعرفوا. خليك هون بيكون أحسن، وإذا لزمكن أي شي من برا خبرني، جاهز أنا. يلا سلام. خاطرك يا أنسة ملاك، يعطيك العافية. شكرا. أهلا وسهلا. يا حضرة الشرطي اسمعني، الله يخليك لا تخليهم ياخدوها لزهرة، رح يقتلوها. والله بيقتلوها. لو سمحت. السلام عليكم، شكرا كثير لكم. اهلين يا شرفوا. ايه يلا. الانسه ملك وعمو عزت امتى رح يطلعوا من السجن؟ كثير حابه اني اشوفهم ولو حتى شوي قبل ما نروح من هون. ليكي، انا حكيت مشانهم مع الضابط وقال لي انه بدهم شويه وقت لحتى يطلعون، ورح يطلعوا بهاليومين. قد ما طولوا انا بستنى. معلش، الله يخليك، ما بدي روح اضيع قبل ما اشوفهم. بنتي يا عيوني، انتي ما عنا وقت نستنى هون. بنتي لازم نروح مشان تبوسي ايد ستك لورين، مشان تسامحك. شو لكان؟ ايه مشان تسامحك. يلا يلا بابا، يلا تاخرنا نحن. يلا. ايه تفضلوا. يلا. مرت عمي، مرت عمي. الحمد لله عدنان لقاها لزهرة وراجعين لهون. عزت راجعون هون كمان بهي؟ وبكل عين قوية عم تسألين عن قليل الأصل عزت يا زمرد. أمي، أنا اتصلت بأخي أكثر من مرة بس تليفونه كان مسكر. أكيد مسكر، لأنه مو ناقص غير يخلوه يفوت التليفون معه على السجن. بسم الله. اهدي زمرد خانو، اهدي اهدي مشان الله. طولي بالك شوي. عزت بالسجن؟ ليش شو عامل؟ انت شو عم بتقولي يا بهية؟ ايه بالسجن لك يلي فيه الناس بينحبسوا. لا تضلي تتمسخري بكلامك هيك بهية، استحي على دمك بقى. احكي شو القصة، يلا لشوف. عزت والمعلمة ملك محبوسين عند الشرطة. شو؟ رشيد أفندي مشتكي عليهم لشرطة اسطنبول لأنهم خاطفين بنته الصغيرة. خلاص. يا الله يا رب، دخيلك يا رب ساعدنا. اهدي خلاص. يا الله. نيفين رح نروح. دقيقة، كأني سمعتك عم تقول نروح. مزبوط اللي سمعته؟ زهرة ما استسلمت لهم ونحن ما رح نستسلم. جهزي الشناتي ولا تحطي غراض زيادة، جهزيهم بسرعة. تمام، بس قلي لوين رايح؟ ما بطول، نص ساعة وراجع، رح اجيب من رفيقي مصاري. لحظة، لا تطول. ايه
البحر لونه أزرق والبحر كتير كبير. أنت شفتي البحر شي مرة يا زهرة؟ لا ما شفته، بس أكيد شي يوم رح نشوفه سوا. خالتي نيفين؟ شو؟ البحر لونه أزرق ما هيك؟ أختي زهرة هيك قالت لي. إيه مزبوط لونه أزرق. خالتي نيفين ليكي؟ زهرة منيحة ما هيك؟ ايه زهرة منيحة، انتي لا تخافي عليها، الخانم هربت وارتاحت، ما فكرت لا فيكي ولا حتى فينا، قهرتنا وارتاحت. لنشوف شو اللي بده يصير. لا مو صح، زهرة ما بتتركني لحالي ابدا. ما دام ما بتتركك وينها هلا اختك؟ اه وينها؟ انا ما بصدق شو عم تقولي. انتي عم تكذبي مو؟ زهرة قالت لي ما حتتركني لحالي. اختي زهرة هلا بترجع، رح تحكي لي قصص حلوة وتمشط لي شعراتي كمان. ليش تأخرت هيك سليمان؟ شغل بالي عليك كتير. امشي يلا سليمان يلا. بس لا ترجع أمي، مناخد رضاها بعدين منروح. شو قصتك أنت؟ أنا قلبي مثل النار عليك وأنت عم تقلي بدك تستنى أمك وأختك وآخرتها معك. مرت عمي شو رح نعمل هلأ؟ عزت بالسجن، دخيلك تصرفي، ساوي شي لتساعدي. عزت هو اللي غلطان والله، لو ما دار راسه لهالمعلمة هي ما كانت بهدل هيك وصار في اللي صار هلأ. ليش ما تقولي لو حضرتك ما ضربتيها لهالبنت بهالوحشية؟ ما كانت فكرت تعمل هيك عملة يا بهية. أخي عزت على التليفون ماما، قال بده يحكي مع ستي. قولي له يلي كسر كلمتي ما في إله حكي معي. هادي عزت طمني، أنت منيح؟ أنا كتير مقهورة عليك يا ابني. إيه أمي أنا منيح. ليكي أمي، عدنان وزهرة طلعوا من هون وجايين، بيكونوا على الطريق هلا. ليكي الله يخليكي، احكي مع ستي لورين وحاولي تقنعيها ما تخليهم يأذوا زهرة، لا تفش خلقها بطفلة صغيرة ما إلها ذنب اللي صار. يلا خلص وقتك. يلا أمي لازم سكر التليفون. عزت مرت عمي أنا كمان بعرف العادات منيح، بس لازم وصل لك الحكي اللي قاله عزت لأنه أمني إني أقوله. عزت بيحكي على كيفه والله، وهو محبوس بالسجن على التليفون بده يعتذر ابنك يا زمرد، عن جد ما بيستحي. مرت عمي قالت لك كل اللي عندها، لا بقى توجعي راسنا. لسه لساني بيقدر يحكي لحاله الحمد لله يا ست بهية، واللي بدي أقوله بقوله لحالي. إيه طيب والله بعرف إنك ما رح تشفقي على البنت الصغيرة، بس حتى ابني ما رح تشفقي علي يا بهية. ليك حبيبتي يلي بده يدق الباب بيسمع الجواب، وإذا أنت وابنك ما عم تقدروا تفهموا هالشي هاد فلا تلوموا الناس شو رح تحكي. البنت في إلها حساب ولازم تقبل فيه، وأنا شفقتي في إلها أصحاب هون بقلبي. ما انشفى قلبكن لهلا بالعذاب يلي عشته؟ ما بكفيني يلي دقته على غياب جمال، كمان بدكن قلبي يحترق على ابني؟ اسمعي شو بدي أحكي زمرد. يلا روحوا واتركوني لحالي. يا الله ما بيعجبون العجب. مثل الكنة.
شو لإمتى حضرتك بدك أنا نستنى؟ لحتى ترجع أمي. يا الله شو دمك بارد، عم قلك خلينا نهرب هلا وبعدين بتبقى بتحاكيها على التليفون وبتطمن، اصلا اللي عم يصير فينا هلا كله لانه ما هربنا انا وياك، فكر شوي باللي عم قوله. الله يوفقك خلينا نروح هلا، حاجه تاخرنا كثير، خلينا نمشي هلا وبعدين بتحكي امك على التليفون. ولا كلمه نيفين، الله يوفقك، مالي ناقصنا هيك. كيف بدك اسكت؟ اذا ما هربنا هلا رح يرجعوا ياخذوني ورح يفرونا عن بعضنا. سليمان انت عم تسمع شو عم قول مو؟ بدكن تهربوا يا سليمان؟ اختي، هي اكيد اختي. الو ميسو، هي انت خالتي فاطمة؟ ايه فاطمة، ايه اختي. ميسو، عدنان لقاها للزهرة وهلأ بطريقهم لهون، وعزت والآنسة ملك محبوسين هنيك. أنا عم خبرك مشان تطمني على بنتك، بس صار لازم سكر هلأ، أحسن ما حدا يسمعني عم بحكي معك. أمي شو القصة؟ احكي شوفي أمي، خوفتيني. زهرة، عدنا أهل أختك وراجعين فيها لهون. سليمان مشان الله خلينا نهرب بسرعة، هلأ ما عاد في عنا وقت بنوم، خلينا نهرب من هون مشان الله. طلعوا طلعوا نقلعوا. سليمان روح نقلع، ولا تشيل خاطر لأختك ولا حتى لقلنا. روح، إذا بتقبل تعيش هيك عيشة روح يا سليمان، بس بحياتك كلها لبقى تقول كلمة إبي مرة تانية. معلم استعجل لك شوي. سليمان ما قررت؟ شو ما بدك تروح؟ أمي فكرت إنه بتكون زهرة نفدت منه ونويت روح على اسطنبول ودور عليها هنيك. يلا نيفين خلينا نروح. ماشي حبيبي، أصلاً أنا جاهزة. يلا تركي هالشنطة من إيدك، امشي على القصر اللي عندكم، زهرة بتكون هنيك. الحكمي اللي بدهم يحكموه علينا خليهم يحكموه. جنيت سليمان؟ شو صار لك؟ شو عم تقول؟ لا هلا أنا جنيت؟ أنا جنيت نيفين؟ امشي رح نروح لعندكم. أمي يلا امشوا معنا، يلا قوموا تحركي، امشي يلا يلا نيفين. يا خانم البنت هي اللي اعترفت انها هربت من بيتها لحالها وهلأ رجعت مع ابوها، وبهالحالة ما بنقدر نعمل اي شيء معهم، ومثل ما بتعرفي قانونيا عمرها مناسب للزواج كمان، والقانون ما بيعطينا الحق انه نلغي هالزواج. بس زهرة كانت طالبة عندي حضرتك، أخذوها من المدرسة وبقرار من المحكمة كبروها عن عمرها. إيه مزبوط، هي حضرتك عم تقوليها، المحكمة عطتهم هالقرار، يعني ما في شيء مخالف للقانون أبداً، ونحن ما بنقدر نشكك بسلطة القضاء بهالمواضيع. ليك يا ملك خانوم، من هاللحظة هاي تدخلك بموضوع هالبنت صار يشكل خطر كبير عليك. خلاص ملك اهدي شوي. طيب حضرة الضابط، ونحن شو؟ شو يلي رح يصير معنا هلأ إذا بتريد تخبرنا؟ بالنسبة إلي أنا رح أحولكم على النيابة العامة بأسرع وقت ممكن، والمشكلة هنيك صدقني ما بعرف شو رح يصير معكم، حالياً ما قدامكم إلا تكونوا صبورين وتنتظروا ليشوفكم القاضي. خير. أمي، أختي هلأ بتكون بالقصر ما؟ أنا اشتقت لها كثير لزهرة، واشتقت تحكي لي قصص حلوة. سليمان وقف، شو رح نستفيد؟ رح يجيبوا زهرة بكل الأحوال، خلينا قبل ما يرجعوا ننفض بحالنا. شو ناطرة؟ روحي روحي وانفدي لحالك، أنا ما رح أتزوج على حساب أهل أختي. شيليني من بالك وروحي ركض.
سليمان كرمالي دخيلك يا أغاية، أنا خدمتك كل عمري وكنتي أمي وغالتي وستي حسي لهلا. بوس إيدك دخيلك، خدي روح بترجاكي. سامحي بنتي لك هاي الطفلة، بوس رجليكي. هالبنت ما لها ذنب بك لهالشي، الله وكيلكم ما لها ذنب ابنه. زهرة هي اللي هربت وفضحتنا وبهدلت سمعتنا بين الناس بالضيعة، بدل ما تبكي وتنزلي هيك كنتي ربية وعلمية عن الأخلاق. ربيت بنتي منيحة وانتي أدرى بتربية البنات. بنتي بنتي نيفي، بعرف منيح شو يعني ولاد وشو غلاوتهم، وبعرف مرارة خسارتهم كمان، بعرف كل هالشي ميسون. ورث جدودنا وشرفنا هون بهالقصر عايشين معنا ومع كل آخ من وجعنا هاد. زهرة بهريبتها بإيدها حفرت قبرها بهالتراب، جنت على حالها بعملتها هاي. الحكم رح يتنفذ ورح تدفع ثمن وقاحتها. شيلوها زتوها برا. أغاية لا تليلي أنا بدالة، بس تركي زهرة تعيش. يا أغاية حاسبيني إلي مو إلها. استنى، الدور رح يجي عليكم كلياتكم. يا شباب تعالوا لهم بسرعة. أمرك أغا، خدوها لبرا. يلا أمرك. شيل ايدك عنا. بعيد امي بعيد. نيفين لوين رايحة انت؟ انت هون بالقصر بعياني. زهرة هربت والمبادلة تبعكن خلصت هون. إلي ثلاث ساعات عم حاول اتصل بملك، والله رح جن. ايه ما بدها تجني، في زينب شو فيها اتصلي فيها إلا ما تعرف شي. ايه زينب، ايه خالتي حنان. زينب بنتي وينكن انتو؟ ملك ما عم بترد على تليفونا. ملك منيحة. شو القصة لكن بنتي؟ قولي لي الله يوفقك لكن وينها؟ خالتي طولي بالك، بس في مشكلة صغيرة. ملك وعزت موقوفين بتهمة خطف زهرة، بس اجوا أهل زهرة وأخذوها ورجعوا على الضيعة. ولا يهمك، عم تابع الأخبار أول بأول. لازم سكر هلا خالتي. شو صاير يا حنان؟ ملك؟ ايه سامي، ملك موقفين الشرطة. عدنان هو ورشيد لقوها لزهرة وراجعين بطريقهم لهون. شو هالشغلة؟ شو؟ ليش وقفتي؟ يلا 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 مشي. ولك ليش قاعد هيك ولك انه في شي صاير يا سامي؟ رد علي بشو صافين؟ شو قصتك انت؟ مالك ناوي تعمل شي لتطالع بنتك؟ لا اوعك تغشم حالك سامي، انا بروح بشهد، بروح وبقول للشرطة يلي عندي وبقلن إنه ملك كانت خايفة على حياتها لهالمسكينة زهرة ومعها كل الحق. لا يا مدام، لا معها حق ولا شي.
بنتك حشت حالها بمواضيع ما بتخصها بنوب. ألف مرة حكيت وقلت لها شو علاقتها بمشاكل هالناس هي؟ شو بتجاوبها للبنت صغيرة وكبروها؟ ايش شو دخلك؟ وما زهقت راحت خطفت البنت من بيتها. مين يلي طلب منها تصير مصلحة اجتماعية؟ شو دخلها هي بأمور هالناس هي؟ شو يعني قلي؟ جاوبني حضرتك ناوي تضل تارك بنتك بالسجن هونيك؟ مو أحسن ما يقتلوها؟ إذا رجعت بنتك لهون ما راح يتركوها تضل عايشة. عيلة كرمان ما بقى يتركوها عايشة، فهمي؟ ملك حياتها بخطر بهالضيعة، فهمي بقى يا حنان؟ ترتاح وبنتك بالسجن وانت مهامك؟ هيك انت ضميرك بيرتاح؟ خبرني. بنتك تورطت وخطفت البنت يا حنان ووقعت حالها بورطة معنا قدها ودمرت كل حياتها. ان شاء الله فهمتي هلا، ضيعت مستقبلها مشان شقفت بنت ما بتسوى. زهرة ما أنا مثل ما عم تحكي عنا، حرام عليك يا سامي. هاي البنت ما أنا بنت عادية، هاي البنت هاي البنت بتكون حفيدتك سامي. زبطت كل الأمور مثل ما اتفقنا، ما هيك؟ ايه، لا تاكل حم ابدا، زبطت كل شيء مثل ما امرته، لقيت عيلة مناسبة كثير، مناح وأوادم. أنست لأختي كمان اسمها ملاك، أختي بتحكي عنها على طول. ما بعرف إنه عندك أخت، كنت مفكرة عندك بس أخ. يعني زهرة هي بنتها لملك، يعني حفيدتي. ايه بنتها، هالبنت حفيدتنا سامي، الدم اللي بعروقها نفس اللي بعروقنا. اغا هاي رجعنا لهون بالسلامة، الف الحمد لله. بس يا ريتنا لو ضلينا لنا شوي باسطنبول، كنا شمينا الهواء هنيك، غيرنا جو. المرة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله، بس يعني انا قصدي انه ما كل يوم بصحنا هيك مشوار، كنا قعدنا شوي طعميناها شي لقمة لهالبنت، انبسطنا يعني. سبحان الذي خلقك. ليكي بنت، بس نوصل على القصر بتبوسي ايد ستك لورين وبتطلبي رضاها وبتبوسي راسها كمان، فهماني؟ ايوه. رشيد كان عم بيكذب علينا ومن زمان كتير. البنت يلي خباها عنا سنين كلها بتكون بنت بنتي. يا سامي هاي البنت بتكون روحي، حفيدتي. ليش متأكدة هالقد من الموضوع؟ مو المهم هلأ كيف متأكدة ولا حتى ليش. آه يا رشيد، آه، كل هالسنين كان عم يكذب علي. ماشي سامي، زهرة هلأ بحاجتنا إلنا بغياب إمها، نحن يلي وصلنا ملك لهالحالة، نحن يلي صار كله بسببنا، والعقاب لازم يكون لإلنا نحنا ومو لإله، مو لملك. حرام عليك، ساعدها لبنتك. بدي روح لعندها على أول طيارة، بدي روح لعند بنتي. صار وقت العشاء، بدكن تاكلوا شي؟ نحنا ما بدنا ناكل هلا، بدنا بس تطالعونا من هون، طالعونا. اليوم الجمعة وما في محكمة، راحت معكن لبكرة. راحت لبكرة؟ بكرة منكون تأخرنا كتير، بكرة بيكون كل شي انتهى وخلاص. يا الله ما عم تسمعني شو عم بحكي، نادي لنا الضابط أوام، بكرة بيكونوا قتلوا ولا زهرة. لك ليش ما عم تفهموا ليش؟ ملك خلصنا بقى. عزت نحنا لازم نحاول نعمل شي، لازم نطلع من هالسجن هاد. دخيلك يا رب، كله بسبب اللي عملته، بسببي أنا رح يقتلوا ولا زهرة. ملك أنت عملتي كل شي بتقدري عليه، خاطرتي بسمعتك وبشغلك كمان. ولك أنا وحدة غبية كتير، والله غبية كتير وما بفهم. غبية لأني فكرت أني بقدر لحالي غير عقول هالناس، بس أنا بعملتي هاي صرت السبب بموت هاي البنت. Yeah.
وصلنا بابا وصلنا، صرنا قريبين، جنب المدرسة، الكل موجودين بالقصر؟ تمام ماشي يلا. أمي ليش قلعونا لبرات القصر؟ ليش معصبين من أختي هالقد؟ لأنه أختك راحت بدون ما تخبرون يا بنتي، مشان هيك. أنتي ما رح تخليهم يضربوها، ما هيك أمي حرام؟ لا يا أمي لا، ما رح يضربوها. وصلوا أمي. يا الله دخيلك تطلع تطفينا. أختي زهرة، زهرة. أمي زهرة. لك وين رايحة؟ جاي غير ميسون، شو اللي جايبك لهون؟ رشيد خليهم يتركوها شوي بس تتبوسها وشم ريحتها. ليش بدك تبوسيها؟ ليلك بوسيها، خليها تنظف شرف عيلتها وبعدين بوسيها على كيفك. نبري لك جوا وليك. زهرة يا عمري. يلا يلا. كنا صغيرة بين إيديك يا أغاية. أنا ستي شو ما قالت ما بكفي لحتى تسامحيني. مين هو اللي ساعدك تهربي من البيت يا بنت؟ أنا ولا حدا نهائيا، ولا حدا ساعدني لحتى أهرب من البيت بالمرة. أنا أهربت لحالي. بوس إيدك سامحيني. فاطمة فوتي كنتنا على اوضتها الجديدة، يلا لشوف. مو على الاوضة اللي جوا، مو بهالبيت، ما عاد إلى أوضة بهالبيت بنوب. تحت الدرج مكانة. جوعاني شي؟ بس السقف عم يزرب مي كتير خالي فاطمة، والأوضة هون كتير مرطبة ومعتمة وأنا كتير بخاف. شو بدنا نعمل يا بنتي؟ الصبح بيطالعوك إن شاء الله. أوامر الآغاي إنك تضلي هون، بدك ترضي. الأغاية ما رح تسامحها على عملتها؟ البنت يلي بتهرب من بيت أهلها لازم تتعاقب،
شو غشيم عن العادات والأصول رشيد؟ بعرف قصدك انه المبادلة فاسد يعني؟ مزبوط، واختي راح تزته للفصعون ابنك حاجته. يعني رح تقتلوها لزهرة يا أغا؟ بس لما حكينا هنيك انت قلت لي انت طلعت زلمة ما إلك قيمة ولا كرامة يا رشيد أفندي. لو كان في عندك دم وشوية ناموس براسك هاد لك، لو كنت بتستحي بس كنت بتصرف قبلنا، كنت عاقبتها لبنتك على عملتها. رشيد، شو صار؟ شو عملوا بزهرة؟ أبي احكي لنا شو صار جوا. قالت لك إن رح تسامحها لزهرة؟ يا الله دخيلك زهرة. يا الله دخيلك. كان يقتنع بكلامي امي اول ما عرف انه لقوها لزهره، ما عاد بده يهرب من الضيعه. من الاول انا كنت عرفان انه رح يصير هيك. قديش واطي وجبانها سليمان، رح يصير فيكي هيك وانتي لساتك صبيه. دعي لربك بنتي، لانه اذا نزلتي على ضره بيكون الله رحمك. دخيلك يا امي، دخيلك، ساعديني، احكي مع ستي لورين كرمالي، خليها تغير رايها ولا تفقس هالشغله. لا تفرقوا بيني وبين سليمان ببوس ايديكن. أنا بعد اللي صار ما عاد يطلع بإيدي شي، وشو ما كان مصيرك هو اللي رح تعيشيه، هي فهميها بقى. مشان الله يا أمي روحي احكي مع ستي بترجاكي، لا تعملوا فيني هيك مشان الله. إذا بتحرموني من سليمان والله بموت يا أمي، والله بموت. بوس إيدك. دخيلك يا أمي، حكيها يا أمي، دخيلك مشان الله. شو رح نعمل يا علي؟ إذا سكتنا رح يقتلوا لزهرة أكيد. يا ربي وعزت مو هون كمان. أخوك اتصل فيني وقال لي اعملوا أي شيء لتمنعون. بس طيب أنا شو بعمل لحالي؟ ما بيطلع بإيدي شيء. كلكن عملتوا شو ما بدكم من زمان. أنتوا ما كان لازم تجوزوني زهرة، وهلأ نايفين رح تدفع حياتها تمن غلطتها. خلي قلوبكم تبرد هيك، أنا بنفض من هالقصة وأنتوا بترتاحوا على الآخر. أنا بقدر فوت.
فوتي لشوف شو بدك انت التانية. بدي رحمتك، زهرة لساتها صغيرة وولد، عقلها ما بيعرف شي، والشيطان وسوس لها. هالمعلمة هي الشيطان بذاته، وهي اللي عبت براسها. نحن بحياتنا ما قتلنا الأولاد الصغار، ما هيك؟ يعني ما في حل تاني غيره؟ لا. شو صار لك انت بهية؟ كنت قبل موافقتيني على هالشي هاد، شو صار لك لحتى تغيرتي؟ لما فكر بحالتها لهالمسكينة قلبي بيتقطع عليها كتير. قلبك قلتيلي زهرة ما بتهمك، نيفين هي اللي حارقت لك قلبك ومجعته. ست بهية أكيد بنتك بكيت على صدرك مشان هيك وجعت لك قلبك. روحي وقولي لها ما في حل تاني، زهرة رح تنال جزاء عشتي اللي عملته بهالعيلة هاي. المبادلة ما عاد إلى وجود، ونيفين بنتك ما رح تشوف سليمان بعد اليوم. روحي قلي لها الحكي. خالي فاطمة شوفي، الأغاي بدها إني أخذ أغراض زهرة وضبهم مشان كبهم بالزبالة. خلص ما عاد يلزموها بعد اليوم، هيك قالت فاطمة. تعالي لعندي. يلا يا خانم جاي. أنا كتير صغيرة، صغيرة على الجواز، أنا بدي أتعلم، بس هن ما عم يبعتوني على المدرسة. خديجة؟ لوري؟
لورين خانم، ناديتي لي بس ما قلتي لي شي لسه. انتي اكيد منيحة؟ دهيلي عدنان، بسرعة فاطمة، خديلة خديلة لزهرة على اوضتها، ابريق مي، خليها تتوضى وتدعي، وخديلة تياب قوام. روحي يلا يا أغاي. شو عم تقولي؟ مشان الله حرام تقتلوها لهالبنت، بأي قانون عم تحكموا على هالبنت بالموت؟ بس زهرة تنزل بقبرة، عدنان اختيته راح يفوت على الحبس كمان، كرمال الله لا تقتلوها لهالبنت. انت ما دخلك، روحي ابعتيلي عدنان لهون يلا بسرعة.